كيف جلست من فردة القرية الكثيرة القوم صارت كارملة العظيمة في الأمم الرئيسة في المدن صارت ذمة فأمسي تبكي بكاء في الليل ودموعها على خدها وليس لها معاذي من جميع محبيها وجميع أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء جلا آل يهودا بعد عذب وكثرة استعباد وأذن قامات فيما بين الأمم لم تجد لها راحة وجميع كالبوها لحقوها بين المضايق وصارت طرق صيان حزينة مما لا يسحج العيد وجميع أبوابها متوحشة وأئمتها متنهدين وأبكارها متحسرة ويمر لها وقد صاروا عداياها رياسا وباغضوها أطمئنوا إذ نحاها الله على قدرة جرما وصبيانها ساروا سبيا بين يدي العدو وخرج من جمع صيان بهايا وساروا رياسا كايا إن لم يجدوا مرعى ساروا بلا قوة بين يدي كالبهم لكن أخذ طير جنام ولذلك صارت نايدة جمع مكرموها حجرها إذرا ورجها هي أيضا متنهدة ورجعة إلى وراء وصارت كامرأة قد ظهرت حيضتها في ذيلاء لم تذكر آخرتها وردت على قوم بيان لها ولا معاذي لها تقول انظر يا رب لضعفي فأن العدو قد تعظم وبسط العدو يديه على جميع منها ونظرت أمما دخلوا مقدسها من أمرتها وقلت لها لا يدخلوا في جوفكم وجميع قومها متنهدين ضالفين الطعام قد دفعوا منهم فيه ليردوا أنفسهم تقول انظر يا رب لضعفي وارحمني فاني قد صرت حقيرة لا لكم وحاشكم يا جمع مرة الطريق التفتوا وانظروا هل موجود وجعك وجعي الذي بطش بي الذي حسرني الله في يوم شدة غضبه